طيب نبدا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. فاول حاجه مع حضراتكم هي تتبيله السمك المشوي الرده، وندخله الفرن عشان ننساه، ووقته ان شاء الله هتشوفوه يعني على مدار الحلقه هيبقى وقت مش كتير، يعني بنتكلم من وقت الساعه 2 يعني ان شاء الله 3 نكون مخلصين باذن الرحمن كل التفاصيل دي. طيب اول حاجه تعالى مش هجيب عندي حبه ميه. بسم الله الاول نجيب ده مش اهي. حلو الكلام. والميه دي انا هبدا بس هبل شويه السمك كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا فندم معايا، بسم الله كده. حلو الكلام، كلام جميل. طيب وهنجيب عندنا كمان حبه رده حلوين، بس يكونوا متبعترين في بايكس كبير كده، بسم الله، او سيرفيس كبير. حلو الكلام، كلام جميل. وهنبهر الرده. هبهرها ازاي؟ الله يهديها عندي. هي بصراحه كل مره الرده دي ما بتترميش، يعني باخد اللي انا عايزه وبحطها في كيس الاسبوع الجاي او اللي بعده اي وقت بشتغل بيها. معلقه بابريكا حلوه، حلو الكلام، ومعلقه بهارات تانية مشكله حلوه برضو، ومعلقه بهارات سمك، ومعلقه كزبره ناشفه، واكيد معلقه كمون. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل وزي الفل وتمام التمام. ماشي والله. طيب بلاش، كنت عايز احط شطه بس مش ماشي. واحط عندي كمان معلقه ملح، كمان معلقه ملح. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. وهبدا بس كده ايه اقلب الرده الحلوه دي كده مع بعضيها بالشكل ده. حلو الكلام، كلام جميل. وهرفع كده السمكيه الحلوه دي بسنه ميه فيها كده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا انزل كده بسم الله، واعمل كده وانا جاي كده 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 كده. حلو. تاني ليه الميه مهمه جدا؟ عشان تمسك معايا الرده بسرعه زي ما حضراتكم شايفين اهو كده. لو مفيش رده، لو مفيش ميه مع الرده دي هتبقى في مشكله شويه في موضوع الميه، تحس ان هي مش عايزه تمسك في السمكه، يعني فحس ان الميه دي احنا تمام جدا جدا اهو كده. طبعا المشوي هو يعني الرده مفيش كلام، يعني احلى بزيت وليمون، مش موضوع احلى ولكن مختلف. ولكن افضل حاجه في الرده بالذات هو البوري او السمك الشفار او البولت الصغير، بيبقى ليه طعم كويس قوي 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 بعد البوري اهو زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه كده. وخلاص عملنا اللي احنا عايزينه كله، حطينا الرده بكل الطرق اللي احنا شايفينها من الجناب وشمال ويمين وفوق وتحت وزي الفل. اخد الكلام ده كله واطلع بيه على فين؟ على الصاج بتاع الفرن، ويكون شغال قبل ما اشتغل نصايه، يكون الفرن شغال ساعه ما فيش مشكله زي ما حضراتكم شايفين اهو. بسم الله، من غير اي زيوت ولا دهون ولا ميه ولا اي شيء. ارفع السمكيه، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل حاجه حلوه عشان بس ايه ما نبهدلش الدنيا واحنا داخلين بالسمكه. طلع الصاج كده اهو، وارفع السمكيه كده وبالراحه بسم الله. بعيد عن بعض عشان لما اجي اقلب مفيش حاجه تضايقني كده. حلو الكلام. هنا الرده بقى هرجع لكم بيها تاني هنشوف شكلها عامل ازاي، ما حصلش حاجه اهو. تمام كده السمك معاك يا فندم، يلا بينا. هرجع تاني الرده زي ما حضراتكم شفتوها اهي، زي ما حطيناها زي ما هي اهي، ولا فيها اي شيء شايف اهي، نظيفه زي ما هي. هحطها في كيس واشيلها عادي جدا اشتغل بيها في اي وقت. طب سؤال يا شيف، هل بعد ما تبلت الرده دي هيبقى في مشكله فيها يحصل لها بوظ؟ اقول لك لا، التتبيله اللي فيها بهارات فما تقلقوش من القصه دي خالص. طب سمكه تقع كده ولا كده؟ اقول لك حطها في كيس بلاستيك وارميها في الفريزر، ده امن شيء لاي شيء احنا قلقانين منه. طيب عندي بصلايه بمعلقه سمنه، تمام، بصلايه بمعلقه سمنه، اخليها تتلسع شويه عشان اعمل فيها ايه بقى الاخر دي بقى، هي دي اللي هعمل بيها الكشري الاسكندراني، او همشيها كشري، او نقول العدس بيه او الرز بالعدس معلقه السمنه، وهسيب دول يعيشوا مع نفسهم شويه. التالت هيكون معلقه دلوقتي هو الكشري العدس الاصفر او الرز بالعدس الاصفر الاسكندراني حسب المسمى بتاعه، ولكن ده طالع مع السمك البوري. نزلت عندي من شويه بصلايه مع معلقه سمنه وسبتها قبل الفاصل تتشوح شويه او تتلسع شويه، وهدفي ان هي تدبل وتبقى فيها لون حلو عشان لما اجي ابدا ابهر وابدا اقفل الرز بتاعي يبقى فيه تيست مختلف. هبدا انزل عندي بسم الله كده بورق ادغال حلوه في النص، ممكن لو بحب القرفه احط حته وهرميها في الاخر، يعني مش شرط اشم ريحتها بس حبيت حبهان حلوه كده، ده كله تاسيس في النص.
طبعا الاسكندريه بيعملوا احسن مني 100 مره، انا واثق ان انا ما فيش كلام، لان طبعا اكلهم ما فيش كلام. ولكن احنا بنحاول نعمل حاجات، او لما اجي انا بحاول اعمل حاجه بحب ايه ابسطها. يعني لو في حاجه مثلا ممكن في بعض الناس مش عندها الحته دي او مش قابله الحته دي، بحاول ابسط الامور، يعني نوصل المطابخ المصريه او المطابخ المحافظات المصريه ما بين بعضها. يعني الطريقه دي اصلا احنا في مصر بناكلها برده او في القاهره، بس القهرويه بياكلوا الكشري ده ساده، عدس اصفر ساده. اهلنا في الدلتا بياكلوه ببيض مدحرج او بيض بالسمنه مقلي. حبايبنا في اسكندريه بياكلوه بالسمك المشوي او السمك المشوي رده، او هو رده يا اما بوري يا اما بولت صغير او الشفار. فالمقصود ان هم كلهم واحد او الفكره واحده، ولكن زي كنا بنتكلم مع حضراتكم من كام يوم كده على الكشك. الكشك الصعيدي بيتعمل بطريقه كذا، الكشك القهراوي بيتعمل كذا، ولكن كله مصري في النهايه. وده بيبقى عباره عن ايه؟ كل محافظه ليها طقوس فعالتها وتقاليدها في تراث الاكل بالاخص. فلحد الان الناس محافظه عليه، طبعا محافظين عليه، واحنا كمان بنحافظ عليه في كل المحافظات. ولكن لما بنيجي نعمله ممكن نعمله ستاندر قوي، وممكن يكون في معانا مساحه نبسط الامور. بنقول ليه بنبسط الامور؟ يمكن ممكن حد يقول لي لا والله انا ما اكلش كشري معاه بيض يا شيف. واحد تاني يقول لا والله انا ممكن اكله بالسمك، كاني باكل رز صياديه لو هو معمول بالبصله الحلوه دي، ففي النفس ده، فانا رايح للسكه دي زي حبيبنا اسكندريه. حد تاني يقول لا انا متعود عليه اكل حتى الكشري المصري بالبيض عادي. وفي واحد تاني يرد عليا يقول لي لا، طب ما احنا متعودين ان احنا ناكل المكرونه بتاعتنا المصريه الحمراء من واحنا صغيرين ببيض مسلوق. ده كله عندنا في المطبخ المصري. المهم احنا ناكل ايه بقى اللي نفسنا فيه، وكله الحمد لله ربنا دي من نعمه علينا يا رب جميعا. يعني اللي نفسنا فيه ناكله. البصلية دي بقت زي الفل، الحته حلوه بمعلقه السمنه اللي حاططها، اديها بقى عندي سن الزيت. هنا بقى اخش اقفل بقى الرز. طب ليه بتحط زيت مع السمنه؟ اقول لك السمنه لوحدها لا تكفي، والزبده لوحدها تكفي، بالذات في الايه؟ في الرز. لمعه الزيت مهمه جدا، واللمعه دي ما بتجيش من السمنه، بتيجي من الزيت. والقوام بتاع السمنه او الزبده عشان احافظ عليه لازم برضو اديله زيت. انزل اول حاجه عندي بحبه الرز بتوعي، بسم الله، مغسولين كويس جدا ومتصفيين، وابدا اشوح واقلب براحتي واحده واحده. اول ما احس الرز بدا يسخن هنزل عندي بالعدس على طول. يلا يا باشا، هنزل عندي بالعدس على طول، هو كمان مغسول ومتصفي ومنقوع شويه برضه عشان يبقى معايا في الانجاز. انتوا عارفين طبعا البقوليات بتبقى قاسيه شويه او ناشفه شويه، فالافضل نغسل ونسيبها شويه وبعد كده نصفي حاجتنا واحده واحده. اقلبهم مع بعض كده، وسيبهم يسخنوا شويه. الالوان انا شايف ان هي لطيفه. ايه الطش يا شيف؟ والله طماطمايه مبشوره، بسم الله، طماطمايه مبشوره، جزرايه حلوه، معلقه توم حلوه كبيره كده كمان واحده، وزيها هريسه تدي تيست حلو لطيف، وحبه ملح، سنه كمون، تاتش كزبره، تاتش شطه او بابريكا اللي عندنا، بس دي بابريكا ما فيش شطه قدامي. واحط عندي حبه خل شويه وحبه ليمون شويه. دي تتبيله لطيفه جدا ما فيهاش اي حاجه من الصعوبه. طشه وعليها حبه خضره زي شبت، زي كزبره، بقدونس اللي نحبه كده. حلو الكلام. طب فين السمك يا شيف اللي انت بتتكلم عنه ده؟ السمك ده خلصان باذن الله في الفرن، نطلع بيه على طول ونغرف حاجتنا. بسم الله، الله، شايف الكلام؟ كلام جميل حلو ده. يعني هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجه حلوه قوي كده على كل سمكايه ونقفلها على طول، والباقي نحطه عندنا في طبق تاني. بص كده، يلا ونجيب عندنا السمك اللطيف، بسم الله الرحمن الرحيم، ونطلع بيه كده على طول عشان ما انا عارف ان هي سخنه، بس ايه لازم نقفل كل حاجه ويبقى الموضوع تمام التمام. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.